صباح الخير على مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان. من قلب جامعة بني سويف التكنولوجية، واحدة من بين عدد من الجامعات اللي نفذتها الدولة بقرار جمهوري عام 2019. الجامعات التكنولوجية بتتبع مسار جديد في التعليم الفني، وده لأن الطالب بيتعلم من خلال وجوده في الجامعة إزاي يكون مبتكر، إزاي يكون رائد صناعة تكنولوجية. من خلال عدد من البرامج المتبعة داخل الجامعة بيتعلم منها عدد من المهارات الأساسية، وده بما يتوافق مع احتياجات الدولة وسوق العمل المحلي والدولي وأيضاً خطط التنمية المستدامة. تعالوا نشوف من خلال جولتنا داخل جامعة بني سويف ده بيتم إزاي. توجه الدولة لإنشاء الجامعات التكنولوجية من أولوياتها في الفترة الأخيرة لتعليم طلابنا وأولادنا والعنصر البشري وتدريبه على المهارات التكنولوجية المختلفة، وده طبعاً من أساسيات توطين الصناعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن جامعة بني سويف التكنولوجية من ضيفي في هذه الفقرة، رئيس الجامعة الدكتور محمد ندى، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية. أنا برحب بسيادتك فندم على شاشة صباح الخير يا مصر. يعني خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن إيه جامعة بني سويف التكنولوجية والكلية والبرامج المختلفة داخل هذه الجامعة. تفضل. أهلا وسهلا بحضراتكم، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. جامعة بني سويف التكنولوجية فيها الكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة، دي بتضم خمس برامج. الجامعة بدأت في 2019 من ضمن أول ثلاث جامعات تعتبر كمرحلة أولى في الجامعات التكنولوجية في مصر، لأن حضرتك عارفة الجامعات التكنولوجية كانت من ضمن خطط تطوير التعليم العالي في مصر أن يكون مسار جديد للتعليم العالي في مجال التكنولوجيا. فبالتالي الجامعة كانت بدأت ببرنامجين في أول سنة في عام 2019، كان برنامج خاص بتكنولوجيا ميكاترونكس وبرنامج تاني خاص بتكنولوجيا المعلومات. هذا العام احنا وصلنا الى خمس برامج، كل شويه كان بيبقى فيه تطور. بقى عندنا برنامج خاص بتكنولوجيا الطاقه الجديده والمتجدده زي المعمل اللي حضرتك موجوده فيه دلوقتي، ده احد معامل البرنامج ده، وبرنامج اخر خاص بتكنولوجيا السيارات اوتوترونكس، واخر برنامج تم استحداثه حتى الان برنامج خاص بتكنولوجيا الاطراف الصناعيه والاجهزه التقويميه. وجاري العمل على استحداث برامج اخرى، لان يمكن معروف عن جامعه بني سويف التكنولوجيه ان تتميز ان في شراكه دوليه وفي تعاون دولي مع زي على سبيل المثال مع كوريا الجنوبيه، فبالتالي احنا بنعمل معاهم على الحصول على منحه جديده، والمنحه دي خدنا الحمد لله موافقه ماديه عليها قد تصل الى حوالي 8 مليون دولار. من ضمن الاعمال اللي ممكن مقترحه في المنحه انشاء برامج جديده زي برنامج لتكنولوجيا سكك الحديديه، وده طبعا تواكبا ايضا مع التطوير اللي بيحصل في مرفق سكك الحديد. وايضا البرامج الموجوده في الجامعات التكنولوجيه يمكن حضرتك تلاحظي ان هي متواكبه مع المشروعات الكبرى اللي بتتم في مصر زي المدن الجديده، العاصمه الاداريه الجديده، مشروعات الطرق وخلافه. فلان المشروعات دي بتحتاج تكنولوجيات، ممكن يكون فيها تكنولوجيات عاليه، فبالتالي الدوله على في نفس الوقت تكاملا مع المشروعات دي الجامعات تعمل وعلى بهدف انها تخرج منتج يكون قابل للتعامل مع هذه التكنولوجيات، سواء كانت في قادر على التعامل مع التكنولوجيات الحديثه، سواء في صيانتها، في تشغيلها، في تطويرها في المستقبل، لان المجال ده مهم جدا حاليا ومستقبلا، ومش بس في مصر، ممكن خارجيا ايضا. وطبعا الجامعه زي جامعات اخرى مخطط تحديد اماكنها وموقعها، فعلى سبيل المثال جامعه بني سويف التكنولوجيه هي ايضا بالقرب من المناطق الصناعيه والمجمعات الصناعيه، سواء في بني سويف او في المنيا او في الفيوم او حتى في القاهره الكبرى، لان موقع بني سويف ايضا بيتوسط المحافظات دي. هو ده سؤالي تحديدا، يعني اختيار بني سويف الجديده لاقامه جامعه تكنولوجيه داخل هذا المجمع السكني الجديد، يعني في اطار توجه الدوله لانشاء مجمعات ومدن سكنيه جديده، يعني طبيعه اختيار المكان. المكان لانه قريب من المجمعات الصناعيه، لان بني سويف الجديده بيقع فيها اكثر من منطقه صناعيه. فعلى سبيل المثال في منطقه يعني كوم ابو رادي، في منطقه بياض العرب، في اكثر منطقه صناعيه موجوده في بني سويف. فبالتالي اختيار المكان كان اختيار يعني بسبب وليه هدف، وفي نفس الوقت
ليه معايير لاختياره، وايضا بالقرب من مناطق صناعيه في المحافظات المجاوره. ففي في الفيوم على سبيل المثال في منطقه كوم وشيم اللي كمنطقه صناعيه، في المناطق الصناعيه اللي بتمتد من 6 اكتوبر يعني في اتجاه الصعيد. فبالتالي اختيار المكان اختيار مهم واختيار بعنايه. بالحديث يا دكتور عن المصروفات الخاصه بالالتحاق بهذه الجامعه، تفاصيلها والتسهيلات اللي بتقدم للاهالي للالتحاق داخل هذه الجامعه، اتفضل. احنا طبعا هنتكلم على بالنسبه للمصروفات العام السابق على سبيل المثال، هنتكلم عن العام السابق لان حتى الان ما تمش تحديد العام الجديد، انما العام السابق كان بتنقسم المصروفات الى نوعين، يعني في مصروفات خاصه بطلاب الفرقه الاولى والثانيه، فدول كانوا بيدفعوا حوالي 10,000 جنيه للطالب، ثالثه ورابعه بيدفعوا 12,000. فطبعا الارقام دي بالنسبه لكم التجهيزات اللي الدوله حطاها وكم يعني الاعداد اللي الدوله بتقوم بيه، فارقام تعتبر قليله جدا. الدوله صرفت اكثر من كده، انما على اساس برضو ان دي خدمه بتقدمها الدوله، وعلى اساس انها مرحليا ان تبقى الدوله بتدعم، انما متوقع ان في المستقبل والجامعه شغاله على ده ان تعمل خطط ان في المستقبل يبقى الجامعه ليها مواردها بحيث انها برضو ما تحملش قوي على ميزانيه الدوله. فزي ما حضرتك شايفه المجالات عماله تتوسع وما بقتش فقط مجالات هندسيه، فبقى فيها مجالات ليها علاقه بالطب، مجالات ليها علاقه بالزراعه، ليها علاقه بالفنون التطبيقيه وهكذا، واللي بيخدم المشروعات القوميه اللي بتقوم في الدوله في الفتره الاخيره. انا بشكر حضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. يعني عدد كبير من البرامج داخل هذه الجامعه التي يمكن للطالب الالتحاق بها في مختلف المجالات، تابعونا في هذه الجوله. برنامج الأوتوترونكس هو من بين البرامج اللي بتدرس داخل هذه الكلية، وهو متعلق بصناعة السيارات. إزاي الطالب يقدر يعرف السيارة بتصنع إزاي؟ وده طبعا وفقا لتوجه الدولة في الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن إيه اللي بيدرس داخل هذا البرنامج من ضيفي دكتور أحمد معاذ. أنا برحب بسيادتك فندم في برنامج صباح الخير يا مصر. ايه هو الاوتوترونكس؟ طالب بيتعلم ايه داخل هذا البرنامج؟ اتفضل. لا، هو الطالب هنا بالنسبه للبرنامج الاوتوترونكس، البرنامج كبرنامج الهدف منه ان الطالب يتعلم يطلع اوير بكل حاجه في السيارات وغالبا الحديث، يعني كل اللي احنا بنعلمه الاول البيزكس، بعد كده بنبدا نطور الطالب بحيث يطلع يتعلم كل الانظمه الحديثه اللي موجوده في السيارات. ده كتطوير يعني، وغالبا يعني مع السنه الاخيره بنكون وصلنا بقى لغايه الالكتريك فيكل، ويكون ايه الطالب مؤهل بكل حاجه حديثه في العربيه. ازاي بيخدم هذا البرنامج التقدم اللي مصر بتحاول تحققه، او المركز اللي مصر بتحاول تحققه في توطين صناعه السيارات؟ ازاي الخريج من هنا بيقدر يساعد في ده، او المورد البشري؟ يعني يمكن احنا دايما بنستورد خبرات من الخارج للعمل على الاجهزه وغيرها، ازاي الخريج من هنا يقدر يساعد في هذا الامر؟ احنا الخريج بالنسبه لنا احنا بدأ خلاص، يعني دلوقتي اصبح عندنا المفروض احنا عندنا الخريج بتاعنا اسمه تكنولوجيست، تكنولوجي، فده معاها كمان المهندس بره، فهو بيطلع التكنولوجي هنا بيبقى خلاص اتعلم كويس جدا. دلوقتي اصبح عندنا كمان شراكه مع كوريا في منحه جايه بتخدم على قسم الاوتو، والمنحه دي هتدي للطالب دلوقتي بيجي خبراء كوريين بيبداوا يعلموه ازاي، بيعلموا الستاف وبيعلموا الطالب ازاي يكون يبدا يتعامل مع الاجهزه الحديثه، مع الانظمه الحديثه كلها في السيارات، وده بيبدا يخدم على ايه؟ على المستقبل صناعه السيارات الموجوده في مصر. برنامج الاوتوترونكس هو يمكن برنامج تحت هذا المسمى داخل هذه الجامعه، ولكن هو في مثيله في جامعات اخرى، وهو متعلق بالاقسام داخل بعض الكليات. ايه المميز داخل قسم او برنامج الاوتوترونكس داخل هذه الجامعه عن غيره؟ هنا موجود ده اسمه اوتوترونكس، هو واخد الجزء الكونفنشنال وبيكمل عليه على طول عشان يوصل الطالب ايه؟ لمرحله ان هو يكون اوير بكل حاجه حديثه في السيارات، فهو تركيز رئيسي هنا على الالكترونكس.
يعني هنا التركيز الرئيسي على الأنظمة الحديثة كلها اللي موجودة في السيارات، وكل الأنظمة الحديثة كلها مرتبطة بالإلكترونيكس. بعد كده بيطلع كمان طبعا في اتجاه الإلكتريك فيكل أو السيارات الكهربية، وده هو إيه الترند أو اللي جاي كله. مستمرون مع حضراتكم من داخل الكلية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة داخل جامعة بني سويف التكنولوجية. احنا تحديدا موجودين في احد المعامل الخاصة ببرنامج الميكاترونكس، وهو من بين 5 برامج داخل الكلية بيعلم الطلبة المهارات والفنيات المختلفة المتعلقة بصناعة التكنولوجيا في المشروعات المختلفة اللي بتخدم الدولة. خلونا نعرف ايه هو الميكاترونكس من ضيفي المدرس شريف كمال، وهو احد الاساتذة داخل هذه الكلية. انا برحب بسيادتك فندم في برنامج صباح الخير يا مصر. تعرفنا وتعرف مشاهدينا الكرام ايه هو برنامج الميكاترونكس. برنامج الميكاترونكس او تخصصات الميكاترونكس احد التخصصات الحديثة او الموجودة حديثا في مصر، استحدثت اولا في كليات الهندسة من فترة قريبة جدا، وبدأ طبعا في الكليات التكنولوجيه اللي هي الموجوده الحاليه 3 كليات. برنامج ميكاترونكس المفروض بيخلي الطالب على خلفيه بالجزء الميكانكس والجزء الالكترونكس او الكهربي، فهو وده اللي محتاجه المصنع، يعني المصانع او الصناعه عامه ما بتحتاجش واحد بس في الميكانكس او في الالكترونكس او الكهرباء، احيانا بحتاج يكون الاثنين على علم بالاثنين فيلد او المجالين الاثنين مع بعض. فالميكاترونكس بيخدم تقريبا يعني كل الصناعات الموجوده بتحتاج خريج الميكاترونكس، سواء مصانع او شركات او ايا كان اللي شغال في مجال التكنولوجيا المختلفه بيحتاج طبعا خريج ميكاترونكس بكثره يعني في السوق. وبقيه المجالات بقيه البرامج المختلفه الموجوده عندنا سواء برامج الطاقه او برنامج الاوتوترونكس او برنامج الاطراف الصناعيه او برنامج الاي تي، البرامج كلها المختلفه كلها ان شاء الله لها يعني مستقبل كبير عندنا في السوق المصري ان شاء الله. ايه اللي بيختلف في هذه الكليه فيما يتعلق ببرنامج الميكاترونكس عن الكليات او الجامعات الاخرى؟ ايه المميز هنا؟ المميز هنا يا فندم اللي هو الجانب العملي، يعني الكليات التكنولوجيه او الجامعات التكنولوجيه بتركز على الجانب العملي، لان السوق المصري احنا محتاجين الاكثر خبره بالجانب العملي. يعني كتير قوي بنشوف ان خريج مثلا هندسه او كده بيروح مثلا زي مصنع معين بيقول لك لا هو كويس من ناحيه نظريه بس من ناحيه العمل ما هوش كفاءه، وانا محتاج الكفء في العمل. فهنا في الجامعات التكنولوجيه الدوله هي اللي رأت المشروع ده وبدات توجه نظرها ودعمته بشكل كامل، بحيث ان هي نقطه الضعف اللي كانت موجوده عندنا في الخريجين اللي كانوا موجودين عندنا هي الجانب العملي، لا يبقى في الجانب العملي بشكل ممتاز فيه. طيب لو تكلمنا عن يمكن المعمل هنا هو واحد من عدد من المعامل الخاصه ببرنامج الميكاترونكس، ويمكن عدد المعامل داخل الكليه تمام. نفسها عدد كبير تمام. فتكلمنا عن تفاصيل المعمل، يعني ايه الاجهزه الموجوده داخل المعمل؟ المعمل ده بالنسبه لمعمل ميكاترونكس هي المعمل بتاعت البرنامج بالكامل، هي من الجانب الكوري من كوريا الجنوبيه. طبعا زي ما حضرتك عارفه واكيد الكلام ده اتقال مع حضرتك من سياده الرئيس عندنا ان الجانب الكوري دعم الكليه في 2 برنامج بالكامل، اللي هو برنامج اي تي وبرنامج ميكاترونكس، فكل المعامل بالكامل مجهزه من كوريا الجنوبيه من خلال هيئه كويكا. برنامج بالنسبه للمعمل اللي احنا واقفين فيه حاليا ده مايكرو بروسيسور. مايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر ده اي طالب خريج مثلا ميكاترونكس او خريج طاقه او خريج ايا كان المجال اللي هو متعلق او اي تي لازم يكون على درايه تامه بالفيلد ده او المجال ده، لان برنامج او الجزء اللي هو المايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر داخل في كل جزء، كل جزء احنا عندنا مثلا سيد غساله في البيت بتشتغل ببرامج معينه كذا برنامج، البرنامج ده مايكرو بروسيسور عليه البرامج بتاعت الجزئيه دي، الثلاجه الجديده كل شيء شغال لازم هلاقوا فيه الامبيد سيستم اللي هو عباره عن مايكرو بروسيسور. التحق بقى الطالب بالقسم نفسه او بالبرنامج نفسه تمام. هل بيبقى بناء على رغبته ولا بيكون في اختبارات معينه للالتحاق بالقسم، وده بيكون لا. بعد يعني انه فرقه لا هو بالنسبه بيتم في الاول لجميع طلبه خبرات، في عندنا برامج معينه بتاخد علم الرياضه وبرامج اخرى بتاخد علم علوم. احنا بنتكلم على الميكاترونكس، على الميكاترونكس بياخد علم الرياضه فقط لا غير. بالنسبه بقى ان هو عشان يلتحق بالميكاترونكس ده بيبقى حسب رغبات الطالب، لو ان كل طالب مثلا سيء عايزين ميكاترونكس ما احنا عندنا برامج ثانيه برضه محتاجه علم رياضه، فبيتم الاعلى تقديرا اللي بناخده. يعني مثلا بناخد مثلا 60 طالب، ده احتياجنا احنا 60 طالب بالفعل،
فبناخد اذا كان في اقبال اكتر من كده فبنشال اعلى مجموعه بناخد منهم العدد اللي احنا عايزينه هو 60 طالب، وبقيه الطلبه بيتوزعوا على البرامج الثانيه. اقبال الطلبه على الالتحاق بالكليه من وجهه نظر حضرتك في الدفعات السابقه؟ يعني ده بيتكلم عن نفسه، يعني عندنا امتحان القدرات الاخيره كنت موجود فيها وبشرف على امتحان القدرات الاخيره، عدد الاقبال اللي كان موجود عندنا مثلا ده بيمثلوا بنسبه، يعني مثلا السنه دي بالسنه اللي فاتت تقريبا تعدى 3 اضعاف، ده بالنسبه للقبول اللي هم كانوا جايين لنا مثلا الطلبه اللي جايين من الثانويه العامه. فسي انت جالك مثلا على سبيل في السنه الاولى السنه اللي فاتت مثلا كان 1000، السنه دي على سبيل المثال 3000، فمعناها ان 3 اضعاف، معنى كده ان في اقبال بالفعل. ده يدل برضو على ان ان شاء الله الكليه بتاعتنا بدات تسمع كويس بشكل كويس. طبعا احنا خدنا الجوده الدوليه من الجانب الكوري في برنامج الطاقه وفي برنامج سوري الميكاترونكس والاي تي، فده طبعا اكيد سمع وسمع في اماكن كتيره، وطبعا الاعلام نشر عنه كتير، فده عمل عندنا اقبال كويس ما شاء الله يعني.